الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous partons, Inch'Allah, pour Mohamed Qasim. C'est un prédicateur pakistanais. Et puis, depuis qu'il est petit, ils disent qu'il fait des rêves du prophète sallam et Allah lui donne des instructions. Il voit beaucoup de choses sur la fin du monde et Allah lui dit d'avertir les musulmans pour qu'ils se préparent pour cela. Donc, il a beaucoup de suiveurs. Et les gens me demandent à chaque fois si c'est vrai, ses rêves, ou bien si ça vient du shaitan, ou si c'est un égarement. Maintenant, c'est les gens qui disent qu'il est merdi. Bon, et peut-être qu'il est merdi, mais c'est pas lui qui dit ça. Ça, c'est les gens qui disent. En tout cas, les gens, chaque fois, ils disent un truc. On s'en fout. Mais bon, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir si tous ces rêves, ça vient d'Allah, ou bien c'est mélangé, ou bien c'est un égarement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير جدا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن Hein? On veut savoir si les rêves de Mohamed Qasim sont véridiques ou si ça vient des djinns et des chayatins. Mais pour savoir s'il faut les suivre ou pas. S'il faut les suivre. Oui. Il faut les suivre? Oui. Ah, d'accord. Et toi, ton travail, c'est quoi? الحمد لله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وكفرتم من مصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت أنا أول المسلمين قلت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين ها؟ ابن مسلمان هو؟ Non, je vais vous sauver de l'enfer. Pour que les gens comprennent ce qui se passe. هذه جهنم التي برأت أولم يرى الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رتقا فبتقناهما Ah d'accord. Et puis, vous lui dites les choses qui doivent arriver sur la fin du monde. Quoi? Plusieurs? Oui. D'accord. Donc, vous voulez qu'un maximum de gens le suivent pour perdre leur temps à suivre des informations qui ne servent à rien. وقل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي No, moi je suis avec Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بلو فطرة الله التي وي اه داكور سي ما فاسون دو فوار لي شوز است كو فو كونيسي سا لي جين بلو اه وي مي كي ا كري سيتير ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت براءتكم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم ير الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رقا ففتحناهما وجعلنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلوا هبا منثورا اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم نور السماوات والأرض 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 وكان وقدمنا إلى ما برأته من الله ورسوله إلى الذين عاهدته من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هبا منثورا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب حي يوحد من شجرة مباركة وي نو je vous sauver de l'enfer moi que vous insistez pour partir en enfer هذه جهنم التي كنت دونك vous n'irez pas en enfer. هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يكن الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين و... اللي داني بو فيزي كوا داكور سيكي دوك لي باكستاني لي زافغان
ceux qui parlent ourdou. Ceux qui vont venir avec les drapeaux noirs. Vous voulez qu'il y ait plein de faux Mehdi et d'égarements chez eux. Oui. D'accord. Donc, tous les rêves qu'il fait, mais quand il rêve du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vous aussi qui faites ça? Des fois, il y a même d'autres qui disent, ah, c'est quoi? Et quand il dit à des gens, quand tu as la sorcellerie, tu mets ton doigt sur ta tempe et tu récites qu'on le rachat 4 fois et qu'on a redoublé la menace. Ça, c'est pas vous? C'est pas nouveau. Ah, ce n'est pas nouveau. Mais c'est vous qui lui avez dit cette idée-là. Il a une apparence de maximum musulman. D'accord, pour lui donner une apparence de musulman. Ok. Donc vos collègues qui font la même chose avec plein d'autres gars, ils sont venus? Allez, on va compléter alors. Wakana la même chose se passe en Iran. Ah, la vraie chose. Quoi, pour le vrai Mahdi ou le vrai Dajjal, il doit se rappeler. Pour le vrai Dajjal. Oui. Allez, on va chercher Iran. D'accord. On va capter pour Gaza aussi parce qu'il paraît qu'il se passe des choses bizarres là-bas. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أو لم ير الذين كفروا من السماوات والأرض كانت ترد عنهم نوما فتحنا ça consiste à faire quoi? Non, ça consiste à faire les yeux, vous voulez vous dire que j'ai mal. D'accord. Qui est traitant de qui sont en train de réagir? Ils confient une c'est en train de se préparer dans le tunnel. Donc, on dit que c'est en train de réagir. Qui est traitant de l'air? Oui, tiens, si on a un peu. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم ير الذين كفروا
Voilà. Et donc, ils ont fait quoi, c'est ce qu'ils observent? Oh, ça, c'est mieux. Ah. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. Comment? Qui vous fatigue? هرأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتوا من المشركين. أول قلنا الصلاة والنسوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون. اللهم نور السماوات والأرض. اللهم نور السماوات والأرض. اللهم نور السماوات والأرض. اللهم نور السماوات والأرض. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانها من القواعد فأخر عليهم السقف من فوقهم. اللهم نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي فأنت لله رب العالمين أنا أشتكي الأخوة بذلك أمرت. كما وسوفي بوكوا نعرفي با موجيني كدا لبوكوا بزعرفي با فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقنا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقنا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقنا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقنا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. رأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتوا من المشركين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات وقدمنا إلى ما عملوا. Comment? Israël. Ok. Vous n'êtes pas encore musulman. Oui, il faut devenir musulman d'abord. C'est très. قل إن الصلاة والنسوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنا مكنا له في الأرض. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وحرمت عليكم الميتة براتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتوا من المشركين. قل إن الصلاة والنسك ومحياي. اللهم نور السماوات والأرض. اللهم نور السماوات والأرض.
اللهم ارض السماوات والارض، اللهم ارض السماوات والارض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سيبون دكور. On va demander à voir quelques jeunes musulmans qui combattent à Gaza pour voir leur situation. الله نور السماء، الله للذين آمنوا يخرجها من الظلمات إلى النور. فاستنى أكثر كده. Quelle est la situation à Gaza? Très bien. الحمد لله. D'accord. Oui. الحمد لله. Il y a encore des mécréants qui vous combattent? D'accord. D'accord. On va chercher les espions et ceux qui préparent des contre-attaques un peu partout dans le monde. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تأكد تميز من الغيظ يوم تبلى السرائر يوم Je crois qu'ils sont unis, mais leurs cœurs sont éparpillés. Donc, est-ce qu'il y a encore des djinns là-dedans? يوم تبلسرا إرو 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 يوم يوم تبلسرا إرو 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 يوم تبلسرا يوم تبلى السرائر 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 ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقنا قل إن صلاة كما الله قل إن صلاة ونسوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. Vous voulez rester comme ça? Donc vous allez tous en enfer. عليه جهنم التي كنتم تعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. عليه كنتم تعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. عليه جهنم التي حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. C'était un haha. Oui, il est mort. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رقعا ففتقناهما. أبو؟ كواي كوا؟ On a ravi. Mais en quoi ça a touché Israël? Ça a touché parce que le Père de l'Arbre de Sidi, contre lui, qui n'est pas. Bien sûr. Donc ça c'est gâté. D'accord. جاءتهم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. موسى خايف.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. بعثت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير العلمين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بعثت من الله ورسوله إلى حياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قرأت من الله ورسوله لما قد عاهدت من المشركين. اللهم نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يقعد حركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعك. Comment? Non, mais tu peux mourir en partant en enfer, hein, ça ne nous dérange pas. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللاعبين. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. C'est bon? C'est bon la lumière, c'est bon? اوكي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ويرى مطلوب. Je vois qui vont les autres. Ils ont pas été massacrés. السماوات والأرض مثل نوره كمثلة فيها مصباح المصباح في زجاجة
حدثتك أنها كانت منذ الريون يقال من شجرة مباركة سجونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدده لنوره من يهدم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الله إنما ذهينا قد له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا عز نصر المؤمنين تأكدوا تميزوا من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام عليكم. Donc voilà mes frères, c'était le témoignage des djinns sur l'affaire de Mohammed al-Muqassim et puis sur les préparatifs imminents, d'après ce qu'ils disent de Dajjal. Ils ont dit 3 ans, je ne sais pas. Allah Ta'ala a'lam, on verra. Et qu'Allah nous aide et nous guide. L'essentiel est de tenir à notre religion. Nous avons des bonnes nouvelles sur Gaza du côté des djinns musulmans. Qu'Allah nous aide et nous devons tous prier et puis aider comme nous pouvons et nous réveiller dans nos pays. Dans nos pays, réveillez nos frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.